احنا جوانا اسئله كتير، معلش احنا طماعين لان احنا اكيد عايزين نعرف اسرار وكواليس من حضرتك عن اليوم ده. بعد ما استلمت الحرك، كنت من يوم أربعة زي ما قلت حرك، رحت تخندق بالخندقه العربيه صح؟ ايوه فهمت. وبعدين حرك استلمت الجواب وفتحته الساعه قريته فتحته. احنا زملائنا في الكنترول دلوقتي يعرضوا لنا صوره الجواب. اول ما استلمت بقى الجواب وخلاص مؤاخذه يا فندم، مش هتوريك حاجه. لا اتفضل اتفضل، احنا بنعرض على الهواء اهو صوره الجواب اللي وصل للبطل احمد جمال ضابط المخابرات والاستطلاع في الجيش الجواب اللي كان المفروض ده اصل الجواب هدم الروح المعنويه للجيش المصري، اترمى من الطيارات الاسرائيليه. ده جواب كان بيترمي للجيش المصري. أيوة. طب بيقولوا فيه ايه بقى؟ ممكن بس احنا ممكن نثبته قدام الكاميرا علشان هنصوره دلوقتي. دي بطاقة أمان. مكتوب بطاقة أمان وسلامة جيش الدفاع الإسرائيلي. يعني بيحس القوات اللي هي الفرقة السبعة والفرقة 19 اللي هم حد جنوب الجيش المصري. طب ممكن تقراه لنا؟ معلش. قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، بطاقة أمان وسلامة. أيها الجندي في الجيش الثالث المصري الفرقتين 7 و19. طوقت القوات الإسرائيلية وحدات الجيش المصري الثالث شرقي القناة وغربيها. قطع جيش الدفاع الإسرائيلي جميع الطرق بينك وبين القاهرة، ودمر جميع مراكز إمدادات الجيش الثالث واحتل مقر قيادته. طبعا ده يعني ده بينقلكوا أخبار كاذبة. هو عايز يهد الروح المعنوية عندكم. يعني عايز يفهمك انك ما تحاولش، انت أيوة محاصر. أيوة. كمل. ان الزخيرة والوقود والماء والطعام لديك اوشكت على الانتهاء، وستصبح تحت رحمة الجوع والعطش في الصحراء. انك توشك على الهلاك. لقد حاربت بكل ما لديك من قوة واديت واجبك نحو وطنك، والان اصبح مصيرك في يدك. قدم هذه البطاقة الى اول جندي اسرائيلي تراه، ونحن نضمن سلامتك وصيانة كرامتك كمحارب، وسوف نعمل على إعادتك إلى أهلك ووطنك سالما. جيش الدفاع الإسرائيلي قائد المنطقة الجنوبية الميجور شؤول غونين. استلمتها اترمت الورقة دي. الورقة دي اترمت الساعة كام بالظبط، او تحديدا كده على ما تذكر الوقت بتاعت امتى طيارات العدو ترمي الورق ده للجنود المصري؟ طب ده كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ الظهر تقريبا يوم 26 اكتوبر. طيب يعني كان شعوركم ايه؟ يعني رد الفعل بعد ما مسكت ورقة زي كده؟ يعني حضرتك وزملائك طبعا ضحكنا. ضحكنا. اللي خدها بقى للذكرى وضحكنا. انت حضرتك احتفظتي بيها للذكرى. الورق ده ما اللي كان بيترمي، طبعا احنا كلنا ثقة في رجال مصر، لكن اكيد احنا في الاول في الاخر برضو بشر طبعا. هل الورق ده لما كان بيترمي او كان بتوصل لكم بعض الاشاعات والاكاذيب وقتها، كان في حصار للجيش الثالث الميداني؟ طبعا على ما انا سمعت في التاريخ ان وقتها وتم حصار منطقه السويس، وحاول العدو استغلال الجزئيه دي علشان يزعزع استقرار الجنود ونشتغل بقى على الحرب النفسيه، حرب الاعصاب. ده لما كان بيجي لكم الورق ده والرسائل دي، ما كانش بيحصل اي نوع من انواع التاثير؟ لا، الورق ده سيادتك نزل في سينا. في سينا نزل، في سينا نزل، في السويس ما نزلش، في السويس. وطبعا انا من هنا يعني تحيه اجلال واكبار لشعب السويس والمقاومه الشعبيه في السويس. احنا طول عمرهم على فكره في مدن القناه من سنه 56 يعني.